كابتن علاء الف مبروك. مبروك يا ايمن، 3 نقاط مهمين جدا. ومباراه تقريبا انت حسمتها من الشوط الاول، ودي احسن حاجه عامه مباراه الكوره، انك طول ما تقدر تخلص المباراه بدري خلصها، ما تخشش في مشاكل وضربات جزاء، ممكن كضربه جزاء من الاثنين دول تسجل هتخش في يعني هيبقى الفرق هدف بس، ممكن تبقى عارف الامور تبقى مش سهله زي 2-0 والامور كلها مهيئه لك الشوط الثاني تحرز اهداف. لكن انا من وجهه نظري يعني متواضعه هنتكلم فيها بعدين، الشوط الثاني لا الشوط الثاني وحش قوي 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 على كل الوجوه. يعني فريق الاتحاد معذور يبقى كده 2-0، فالملعب مفتوح تماما الشوط الثاني، عنده اخطاء كتير بس ده على فكره هو خسران 2-0 مش فارق معاه. لكن انا ما عجبنيش الاداء الشوط الثاني خالص النادي الاهلي، هبوط مش مبرر، اخطاء كتير قوي. لازم تبص انك الفرص اللي جات لفريق الاتحاد لازم تقلق منها، ان فريق الاتحاد لو احرز مثلا الهدف بتاع مبلول اول ما نزل يعني الشناوي تعامل معاه ببراعه، لا تعامل معاه ببراعه يعني تحسب ليه فعلا، ورده فعل ممتازه كانت ممكن امور تخش معاك في متاهات كتير جدا ايمن. ضربه جزاء بعدها ضيعه، انا دايما ببص معلش انا ببص الحاجات اللي هي الاخطاء، ببص دايما للسلبيات، لكن عشان السلبيات كل ما سلبياتك تقل كل ما انت اجاباتك تزيد كل ما انت تبقى احسن. لكن الشوط الثاني الملعب يبقى مفتوح تماما كده للفرقتين، لا دي حاجه مش مبرره لكن هنتكلم فيها بعدين. لكن في النهايه انت دايما بقول لك انت بص الاهم، الاهم 3 نقاط مهمين جدا جدا جدا، ونتيجه 3-0 يخلوك اول الدوري، وان شاء الله تكمل اول الدوري كده مع معالجه الاخطاء اللي بتظهر لك خلال كل مباراه. وان شاء الله دايما انا دايما بحب الاحسن، بحب اشوف النادي الاهلي دايما الاحسن نتيجه، وبحب اقول نتيجه الاول واداء، لانك انت هتحاسب في الاخر على النتيجه. فمبروك 3 نقاط مهمين جدا الحمد لله.